مساء الخير، بداية نشرتنا مع العناوين. الارتدادات السلبية لمواقف الحرير تتوالى، وهذا ما كشفه أمين عام التشناق للأو تي في. رئيس الحكومة المكلف إلى قطر غدا، تتعدد الجولات والمطلوب واحد. اتفاقية قرض البنك الدولي تطير اللجان، الملاحظات كثيرة والأجوبة تغيب. المبادرة الرئاسية لدعم أبناء بيروت مستمرة، والصحناوي يشرح عبر الأو تي في. بعد اعتداء مستشفى البوار، رسالة إلى أهالي مرضى كورونا. الثامنة إلى ربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. بدأنا ثقافة جديدة، ثقافة الحوار للبناء، مش ثقافة التصادم للتهديم، حتى كل لبنان يرجع متوازن وكل مكوناته تساهم بشراكة متساوية. لكن مع الأسف اعتبرت هالإنجازات وكأنها لغم للمجتمع، لأنه اللي عم يلعبوا بلبنان بدهم تصادم، بدهم تباعد، عندهم نزعة للسيطرة بتهميشنا، بالتعاطي معنا بكأن شيء فائض في المجتمع. لا، نحن موجودين، موجودين بقوتنا الذاتية، موجودين بكفاءتنا، نحن جذورنا هون ونحن مننمى هون، وبكرة بتشوفوا الأيام الجاية مين رح بتكونوا. في انتظار مواقف السيد حسن نصر الله الليلة والنائب جبران باسيل الأحد المقبل، لا تزال الارتدادات السلبية لمواقف رئيس الحكومة المكلف في ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري تتوالى، ولا سيما على المستوى الشعبي، حيث قرأت شريحة واسعة من اللبنانيين في كلام سعد رفيق الحريري محاولة متجددة لاستهداف الميثاق عبر ضرب الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة من جهة، ومن خلال الإصرار على تغييب المعايير الواحدة في التعاطي مع المكونات النيابية من جهة أخرى. فحتى لو دفع الحريري بمستشاره الإعلامي إلى التمني على النواب في كتلة المستقبل والأخوة والأخوات في تيار المستقبل عدم الانجرار للسجال، معتبرا أن هناك من يلهث وراء اشتباك إسلامي مسيحي، ومتحدثا عن حملات تحريض وإثارة للضغينة بين أبناء الوطن الواحد، فذلك لا يلغي بأي حال من الأحوال الانطباع الشعبي العارم، ولا سيما على المستوى المسيحي، بأن المقاربة المعتمدة من جانب الحريري من تشكيل الحكومة إلغائية لمفعول مسيرة سياسية انطلقت عام 2005 وأنتجت تصحيحا للتوازن الوطني واستعادة للشراكة الكاملة بين اللبنانيين وضخا لدماء جديدة في شرايين الميثاق. أضف إلى ذلك أن فئة وازنة من اللبنانيين لا تؤمن أساسا أن الحريري قادر على تسويق نفسه منقذا للجمهورية ومنتجلا للبنانيين من الواقع الاقتصادي والمالي والمعيشي السيء، الذي هو في الأساس نتاج سنوات 30 كان فيها تياره السياسي صاحب القرار الفصل في هذه الملفات بالتحديد. أما بالنسبة إلى المشهد الخارجي المحيط بالوضع اللبناني، فترقب واضح لما سينتج عن الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي للسعودية، وهل تستقبل الرياض الحريري قريبا؟
في وقت سجل في الساعات الأخيرة مجددا تواصل أمريكي فرنسي رفيع من خلال اتصال جمع الرئيس إيمانويل ماكرون ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، تناول من بين الملفات التي طرحت أزمات الشرق الأوسط من باب التشديد على التعاون بين الجانبين. فيما يتوجه الرئيس المكلف سعد الحريري الأربعاء إلى الدوحة، لا تزال الردود على المواقف التي أدلى بها الأحد تتوالى. فماذا كشف رئيس كتلة نواب الأرمن هاغو باكرادونيان للأو تي في عن التشكيلة المنجزة التي قال الحريري إنه قدمها لرئيس الجمهورية؟ ما كاد الرئيس المكلف سعد الحريري ينهي كلمته الأحد والتي كشف خلالها عن ورقة الأسماء الملونة هذه التي قال إنه تسلمها من رئيس الجمهورية في الاجتماع الثاني الذي ضمه إليه، معلنا أنه أعطى رئيس 6 وزراء من ضمنه التشناق حتى سارع أمين عام حزب التشناق هاغو باكرادونيان ليعلن موقفا واضحا وحازما جدده اليوم في حديثه للأو تي في. نحن نتمثل بوزير أرمني واحد، وهيدي بقرار ذاتي، ما لنا علاقة بحصة التيار الوطني الحر. البعض قرأ بموقفك أنه موقفك داعم لموقف رئيس الجمهورية من حيث الحصة. موقفنا داعم لرئيس الجمهورية، هيدي موقف بقول السطح، ما عندي مشكل. اللافت فيما كشفه باكرادونيان ليس فقط عن غياب الاسم الأرمني عن اللائحة الملونة، إنما عن تشكيلة 18 التي سبق للحريري أن قدمها لرئيس الجمهورية في اجتماعه الأخير والتي قال إنها جاهزة. صراحة أنا جردت كتير شوف هالورقة الملونة والأبيض والأسود، ما لقيت فيه اسم أرمني. هي مش معناتها أنه الحكومة ما فيها أرمني. قصدت أن تقول أنه هيدا منا لائحة نهائية، وهيدا أكيد منا لائحة نهائية. وصراحة جوال، لا أنا سألت فخامة الرئيس في اسم أرمني أو لا، أنا عم بنطلق من الفكرة التالية. وقت الجد لما في موضوع توقيع المرسوم بينسأل رأينا، ولازم ينسأل رأينا. كيف سعادتك قدم تشكيلة بيقول كاملة من 18 وزير وماشي، عم بتقول ماشي وركن، يعني انتم ما بتعرفوا الحقيبة ولا الاسم ولا حدا؟ انا ما بعتقد انه هيدي اللائحة كانت لائحة نهائية. عم نحكي التشكيلة، لو كانت نهائية كنا نعرف الاسم على القليلة. حكومة من 18 وزيرا ونقطة على السطر، قالها الحريري قبل أيام وسط الخلاف على التمثيل الدرزي والذي استدعى لقاء موسعا في خلدي ضم إلى رئيس الحزب الديمقراطي ورئيس حزب التوحيد العربي شخصيات ومشايخ من الطائفة الدرزية بارزة الوجوه. تم من لقاء خلدي عاليا موقف فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون ووقوفه إلى جانب هذا الحق، مطالبا إياه بالاستمرار فيه والتشبث بتطبيق الدستور وعدم السماح بتهميش طائفة الموحدين وحقها في التمثيل العادل، كما يطالب دولة الرئيس نبيه بري وسماحة السيد حسن نصر الله وجميع الوطنيين في هذا البلد بعدم السماح بالخلل بالتوازنات السياسية الدقيقة في الجبل وفي قلب الطائفة الواحدة. خلي يطلع حدا يفسر لنا شو الهدف وراء التشبث برقم 18، لا 16 ولا 20 ولا 22 ولا 14، ليش 18؟ ما فينا إلا ما نقراها كيدية سياسية. وبانتظار أن يحين وقت الجد، كما يقول باكرادونيان، يواصل رئيس المكلف جولاته الخارجية فيحط غدا بحسب المعلومات في الدوحة، حيث سيلتقي أمير قطر في زيارة تضعها مصادر المستقبل بإطار الزيارات التي يقوم بها لحشد الدعم للبنان، فيما تتجه الأنظار إلى ما سيعلنه الليلة أمين عام حزب الله. تكتل لبنان القوي دعا رئيس الحكومة المكلف للعودة إلى روح الميثاق ونص الدستور في عملية تشكيل الحكومة، معتبرا أن ما صدر عن الأخير يشكل انتكاسة للميثاق الوطني والشراكة السياسية المتوازنة، ومشيرا إلى أن موضوع العدد مهما تم تغليفه يعكس نية بتمنين المسيحيين بالمناصفة وتذكيرهم بأنهم
شكلية بأنها شكلية وليست حقيقية، ما يفسر الكلام بأن الرئيس المكلف يملك صلاحية تشكيل الحكومة، فيما ينحصر دور رئيس الجمهورية بإصدار مجسوم التشكيل أو الامتناع عن ذلك. وشدد تكتل إثر اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل على أنه يضع اللبنانيين في صورة الحقيقة ويسأل هل الوقت هو لتهميش رئاسة الجمهورية دستوريا، مذكرا بأنه قدم كل ما يمكن لتسهيل ولادة الحكومة إلى حد عدم المشاركة، ولافتا إلى أن كل اتهام لرئيس الجمهورية بأنه يريد الثلث المعطل باطل، مع أن لا شيء يمنعه سوى فكرة حكومة الاختصاصيين. التدقيق الجنائي وحقيقة الأموال المهربة، عنوانان للقاءات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم على المستوى الدبلوماسي. فقد استقبل باسيل سفير إسبانيا في لبنان خوسيه ماريا فيري، وبحث معه في العلاقات الثنائية وفي التدقيق الجنائي ومساعدة الاتحاد الأوروبي في لبنان في سعيه لكشف حقيقة الأموال المهربة والمحولة إلى الخارج خلافا للأصول. كما استقبل باسيل سفير البرازيل وبحث معه في أيضا في العلاقات الثنائية وملف الانتشار اللبناني في البرازيل والمشاريع المشتركة ومسألة اتفاقية التجارة الحرة مع دول منظومة ميركوسور. مشروع اتفاقية قرض البنك الدولي للمشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي يطير جلسة اللجان المشتركة. ملاحظات وتساؤلات وأجوبة مطلوبة، وإرجاء الجلسة أسبوعا بانتظار أجوبة إضافية ومستندات. كما كان متوقعا، انتهت جلسة اللجان المشتركة كما انطلقت من دون نتيجة في مناقشة اتفاقية قرض البنك الدولي لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كورونا والأزمة الاقتصادية. فأحد المنطلقات النيابية مرتبط بتجاوز الاتفاقية التي تفاوض بشأنها وزير المال باسم الدولة اللبنانية مع البنك الدولي للدستور وتخطيها للسيادة اللبنانية، بالإضافة إلى كونها تطرح إشكالية إحالتها إلى مجلس النواب من دون مناقشتها في مجلس الوزراء. في هناك ملاحظات كثيرة صارت. أولا عن دستورية إحالة هذا القانون، لأنه نعرف أنه مجلس الوزراء لم يجتمع ليحيل هذا القانون. من وجهة نظرنا كان على مجلس الوزراء أن ينعقد حتى في ظل حكومة تصريف الأعمال. هذا الأمر يجب أن لا يكون على حساب الدستور، وهذا الأمر ممكن من الناحية التفاوضية كان أن يأخذ المسار منحى مختلف. البنك الدولي أعطي شروط الكثير من النواب اللي كانوا موجودين اعتبروها بتمس بسيادة لبنان وبالقرار الحر اللبناني، لأنه صار في اختزال للكثير من الوزارات والمؤسسات والإدارات المحلية، وأنه سيكون التعاطي من خلال مؤسسات أو جهات دولية لتراقب إدارة هذه الأموال. اليوم عم يوصل هذا الكارت كجزء لحاله، بينما نحن بحاجة لكل خطة متكاملة. والسؤال للحكومة، وين صارت خطة ترشيد الدعم يلي تبرر اعتماد هذا القرض وتسجيل قرض علينا إضافة كعبء على لبنان؟ أكثر من إشكالية تطرح هذه الاتفاقية، فقيمتها البالغة 246 مليون دولار ستدفع بالليرة اللبنانية للأكثر فقرا في لبنان وفق سعر صرف جديد، من دون ضمانات على أن أموال هذا القرض ستصل فعلا إلى من هم أكثر فقرا. عدد هذه الأسر إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تعطيل سياسي و تعطيل للحكومة لتشكيل الحكومة أكيد بده يزداد أكثر فأكثر. من هون كنا طلبنا بأن يصار إلى توسيع قاعدة المستفيدين. أول شيء، من هي العائلات التي ستستفيد؟ هل تم توحيد الجداول يلي كانت موجودة بوزارة الشؤون الاجتماعية؟ هل صار تيويم؟ نعرف أن المصاري عم تجي بالدولار الأمريكي، وقيل أنه ستعطى للعائلات اللبنانية طبقاً لسعر صرف الدولار زيادة 60%، يعني صار عندنا سعر صرف رابع. رغم كل الملاحظات، هذا يجب أن لا يثنينا كي نقر هذا القانون. رغم بعض التحفظات لدينا على كثير من النقاط، إلا أننا نرى
أن هذا هو المتوفر لدينا اليوم. حتى اليوم لا تجاوب من رئيس حكومة تصريف الأعمال لعقد جلسة استثنائية لمناقشة الظروف الطارئة والأوضاع الملحة التي يمر بها لبنان، ولذلك سيتابع مجلس النواب عمله على أن يحدد في جلسته المقبلة الثلاثاء القادم موقفه من مشروع هذه الاتفاقية سلبا أو إيجابا بعد أجوبة منتظرة، خصوصا لناحية احتمال معاودة الحكومة التفاوض مع الجهة الدولية المقرضة. فماذا في حال رفض مجلس النواب المشروع؟ إذا الدولة اللبنانية رفضت هذا القانون حتما بيكون سقط نهائيا هذا الموضوع، يمكن يصير في مفاوضات أخرى ما بنعرف شو الوقت يلي بياخد. يحتاج لبنان إلى قيمة قرض البنك الدولي، لكنه في المقابل هل يكون قادرا على تلبية شروط البنك ووفق أي ضمانات في الأصل؟ وماذا عن الخطة المتكاملة لشبكة الأمان الاجتماعي؟ المبادرة الرئاسية لدعم متضررين انفجار مرفأ بيروت تتوالى فصولا، وآخر الحقائق يشرحها للأوتيفي نائب بيروت الأولى نولى الصحناوي. لأن جراح انفجار مرفأ بيروت لم تلتئم بعد لأسباب عدة، ومنها أنها لم تحظى بالدعم الدولي الذي كان منتظرا، كان لابد من مبادرة لبنانية وطنية بحتة. لذلك بادر رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في شهر تشرين الأول الفائت، واستعمل صلاحياته الدستورية وفق المادة 85، وتم فتح اعتماد استثنائي بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية للمتضررين، وطلب من الجيش اللبناني تنفيذ المهمة، وكرر الأمر مع فتح اعتماد آخر قبل أيام بقيمة 50 مليار في انتظار 100 مليار أخرى بعد فترة. من هنا يرى نواب بيروت في تكتل لبنان القوي، وهم من يواكبون أهالي بيروت عن قرب في مأساتهم، أن إمكانية مساعدة التجار بعض الأهالي أصبحت واقعاً بفعل تأمين مبالغ مالية أكبر، وهذا ما طرحوه اليوم في اجتماع لجان المشتركة في ساحة النجمة. تكلنا أنه المجتمع الدولي مثل ما قال رح يوقف حد لبنان، ونعمل مؤتمر دولي، وللأسف ما تم تحويل الأموال ولا مباشرة للجمعيات وللناس ولا للدولة اللبنانية. فآخر شيء شفنا أنه ما بنقدر نتكل إلا على حالنا. هلأ الجمعيات عملوا شغل ممتاز ومشكورين، إذا بدنا نشوف شو صار مأمن وشو لح يتأمن لاحقاً، 100 مليار توزعوا، 50 مليار عم بيتوزعوا، هدول اثنيناتهم من مؤونة خاصة تبع فخامة الرئيس، بعد عنده 100 مليار بالمؤونة الخاصة رح يرجع يحررهم مفترض كمان لمتضررين بيروت، بيصير هو لوحده محرر 250 مليار. وزير المال حط بالموازنة 21 100 مليار، ونحن طلبناه اليوم يطلع على 200 مليار، وفي بلدية بيروت مخصصة 50 مليار لتدعيم المباني ولا تعويض الناس. عم نشوف مع ديوان المحاسبة سعادة المحافظ عم بيلاحق مع ديوان المحاسبة، ديوان المحاسبة يقبل انه بلدية بيروت تعطيهم للجيش بالآلية الموجودة يوزعها للناس. اذا كل هيدا تم وقبلوا يزيدوا 100 مليار مثل ما نحن طالبين، بيكونوا صاروا 400 و 500 مليار ليرة لبنانية. هيدا الرقم كتير صغير بالنسبة للأضرار، بس هذا الرقم بيسمح انه نلملم جروح المنطقه، نعكس التهجير ونبلش ندفع للتجار. انطلاقا من ضروره الحفاظ على الحياه الاقتصاديه في المنطقه، يؤكد صحناوي ان هذا الهم سيكون اولويه ايضا. هذا الشيء اللي حكيناه مع التجار واللي اليوم حكيناه باللجنه برئاسه وزيره الدفاع، انه باول مرحله كانت الاولويه للناس اللي تركت بيوتها، بتاني مرحلة لا، في نسيج اقتصادي ما لازم ننساه. وبتعرفي انه هن في انفجار البور، بس في كمان التسكير تبع الحجر الصحي تبع الكورونا، وفي الانهيار الاقتصادي، يعني جايتهم ثلاث ضربات ورا بعض. فالمنطقة لازم يضل عندها حيوية وقتها بدها ترجع تعيش بطريقة طبيعية، ولازم التجار يعني والأصحاب المؤسسات هن جزء من هالنسيج هذا. فإن شاء الله بالمرحلة الجاية، يعني من بعد ما يخلصوا يوزعوا على 50 مليار، رح يبلشوا يوزعوا للتجار وللمؤسسات التجارية. هنا يثني المراقبون على مبادرة رأس الدولة اللبنانية ويسألون لماذا لا يبادر آخرون لصالح الشعب؟ هلا أكيد في حملة ضد العهد وضد رئيس الجمهورية من 17 تشرين لليوم ما وقفت، بس الناس بالأحياء
عارفة انه هيدول التعويضات اللي عم بيجي الجيش يدفع لهم اياها كاش، هيدول رئيس الجمهورية محررهم، ونحن عم نوصل هذا الخبر وعم نصر على هذا الشيء. وفي عم بيكونوا ممنونين انه الدولة غايبة، الحكومة واقفة، وزارة المالية مقفلسة، ولكن رئيس الجمهورية قدر حرك شيء وتابع على فوقه. هو مش بس بيطلب، بعدين بده يتابع يوميا لحديث ما ينمضوا المراسيم ويتحرر المال وينعطى للجيش والجيش يوزعه. وكأن لبنان لا تكفيه الهموم المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية أيضا التي يعيشها منذ فترة، ليأتي انفجار 4 آب الكارثي، إنما دائما الأمل بالرجوع إلى الحياة موجود، وهذا سبب وجود لبنان. على خط آخر، ارتفاع منسوب جرائم العنف الأسري والتعرض للأطفال في فترة الإقفال العام يطرح علامات استفهام كثيرة ويحمل مسؤوليات. هل هو الوضع النفسي الناتج عن حجر كورونا؟ أم الأزمة الاقتصادية اللي خنقت اللبنانية وتلفت لهم أعصابهم؟ أم هي خليط من اتنين سوا؟ شكل القصة منا قصة رمانة، بل هي قصة قلوب مليانة. يوم بعد يوم نسب الجرائم والعنف الأسري بلبنان عم بتزيد، واللافت أنه بداية هاي السنة وقعت عدد من الجرائم صنفت من ظاهرة العنف الأسري. فاليوم وعي اللبناني صباحاً على حادثة جديدة، وهالمرة ضحيتها طفلة من الجنسية السورية تعرضت لاعتداء وحشي على إيد مرتبية. العنف الأسري موجود بكل الطبقات، بكل المجتمعات، بكل إذا بدك المستويات الاجتماعية والثقافية. اليوم عم بيتم الإضاءة أكثر على هذا الموضوع، وعم بيتم التوعية يعني على هذا الموضوع، لأنه منه مقبول، يعني ما بقى مقبول اجتماعيا ولا إنسانيا يصير في عنف عم يمارس على الفئات الأقل، يعني على الفئات المستضعفة مثل النساء والأطفال. اليوم ما عم نبرر العنف، العنف منه مبرر بكل أشكاله، وخاصة العنف ضد الأطفال اللي هن الفئة الهشة مثل ما قلتي. بس نحن عنا ضغط اجتماعي اقتصادي نفسي كتير كبير، فرد وضغط صحي وقلق وكل هيدا، يعني العوامل الضغط النفسية بتأدي لنوع من العصبية الزايدة عند كبار وعند صغار كمان. فعم نشوف أولاد عصبيين، في عنا اضطرابات سلوكية كمان عم نشوفها بالبيوت، وعم نشوف ردات فعل عصبية وعم توصل لعنف كتير شديد من الأهل من الكبار على الصغار. أما من الناحية النفسية يعد الطفل كائن ضعيف، فبهالحالة كيف فينا نحميه؟ الأهل اللي محجورين سوا بهالفترة بدنا نجرب قد ما فينا نحافظ على جو صحي بالبيت. ليه عم بقول جو صحي؟ وقت بقول جو صحي يعني اسمح للأم والبي إنه هن يكون عندهم روتين صحي كمان يتطبق على الأولاد. ركزنا من أول قصة كورونا إنه تنظيم الوقت وتنظيم الأكتيفيتي أو النشاطات المنزلية، لأنه هيدي بتخفف كتير من الضغط وبتعطي مجال لأنه يكون الجو منظم بالبيت. وأنا بدي أضيف عليها اليوم أنه نخلي الولاد على طول عم بيناموا بكير، سهر الولاد ما عم يترك كمان مجال للأهل أنه يكونوا عم بيحافظوا على فترة من الرواق بالليل اللي هي كمان بتساعدهم لنهار تاني صعب. والأهل اللي عم بيحسوا حالهم أنه ما عم يقدروا يسيطروا على ردات فعلهم العنيفة، ممكن يكونوا عم يلتجوا لمختصين أو عم بيراجعوا إرشادات معينة هيقدروا هن يسيطروا على أعصابهم. وبالنهاية مشاكل لبنان كتيرة، بس هيدا ما بيعطيك الحق انك تفش خلقك بولادك. عدل العشرة بكفن على الضحايا. اعتداء على مدير وأطباء مستشفى كسروان الفتوح الحكومي. المزيد من التفاصيل مع الدكتور ناتالي رزق. مساء الخير دكتور رزق. طبعا تابعنا هذه القضية وللأسف ونستنكر أي اعتداء على الجسم الطبي خصوصا في هذه المرحلة الحرجة. شو صار وهلأ وين صارت هذه القضية؟ مساء النور. أول شيء أنا بشكركم على اتصالكم.
المشكل صار مع أهل مريض عانى من مضاعفات فيروس كورونا بعد حوالي شهر من الاستشفاء. مغالطات كتير نشرت من قبل الأهل ومن قبل الموقع I'm Lebanon أكثر شيء. يعني بتأسف أنه يكون في هالقد قلة مهنية بالصحافة وأنه ما حدا عم بيتوخى، ما بننتظر تحقيق بيطلعوا بشهر. وفينا أنا هجمت ومعي فيديو، العائلة نكرت أنه أنا تعرضت لبنته للمريض بالضرب، وأنا معي فيديو موثق ورح أرفقه بالشكوى يلي رح أقدمها. وفي أحد أفراد العائلة هددني، وأنا في نهار اضطريت ما أرجع على بيتي للأسف النهار اللي توفى المريض لأنه لحقني على المستشفى. يعني هذا الشيء ما بعرف وين بيصير، إذا بيغاضي ولا وين. هون يعني البعض بيقول أنه حرقة قلب أهل، بس هون شو بتقول دكتور ناتالي رزق لكل أهالي مرضى كورونا، وخاصة يعني كلنا بنعرف تداعيات هذا الوباء ولوين ممكن يوصلنا؟ يعني أنا ما بعرف كيف بدي ميز بين مريض ومريض. أنا عم بعطي كل المرضى نفس العلاجات يلي حسب الدراسات منشوفها ومتوفرة لألنا. صحيح. وعم نجرب قد ما فينا ضمن وقتنا وضمن إمكانياتنا أن نكون على تواصل مع العائلات، لأنه نتفهم الوضع النفسي يلي هني موجودين فيه كما المرضى موجودين فيه. نحن منعيش مع المرضى كل يوم ومنحس بوجعهم ومنشاركهم بمعاناتهم. نحن مش بعاد عن المرضى، وكل المرضى بيعرفوا نحن كيف منعاملهم، ومش هذا المريض الوحيد يلي فات لعنا على المستشفى. اكيد بيصير في اوقات سوء تفاهم مع مرضى بيتوضح او مع اهاليهم، بس مش تهديد ووعيد واعتداء وضرب. ايه مش بهذه الطريقه ابدا، مش بهذه الطريقه. انا بحط تصرفي بنقابه الاطباء، بتصرف نقابه الاطباء ووزاره الصحه، وانا رح اتقدم بشكوى ونبعث الملف على التحقيق المهني بالنقابه دجا. انا ضميري مرتاح، هذا اللي بقدر اقوله. للاهل بحب اتوجه وللمرضى انه هذا وضع صعب، بدنا نجرب قد ما فينا نتعاون لنمرق هالمرحلة، يعني مرحلة وجودهم بالمستشفى ومتابعتهم قبل وبعد دخولهم للمستشفى وبعد خروجهم. هذا كله صعب وعم بياخد جهد منا ومنهم كنقدر نطلع من هذه المرحلة بأقل أضرار ممكنة. ولا الجسم الإعلامي أو من ينقل خبر أو من يكتب مقال في حال كانت في معلومات مغلوطة، شو بتقولي؟ أقله الأتكس، يعني واحد يلتزم بالأهمية تبعيته ومصداقيته، لأنه بتأسف يعني أن أشوف كل شوي بيطلع لي مقال على الموقع ذاته، ما بعرف إذا الشخص عنده معي شيء شخصي، ما بعرف ولا بيعرفني هل الكاتب الصحافي، يعني ما بعرف إذا صحافي أصلا لأنه ما في شيء بينكتب هيك. يتوخى شوي الحقائق ويتروى شوي. أنا وياد نتلاقى بالقضاء. أنا وياد نتلاقى بالقضاء، بوعده بهذا الشيء، ورح لاحق الموضوع للآخر لأنه هذا ما بيمسني أنا بس. نحن كل يوم بالمستشفى هون وبغير مستشفيات نتعرض لكافة الضغوط والشتائم والإهانات. هذا الشيء مش مقبول بقى. نحن إذا قعدنا ببيوتنا مين بيحكم هالمرضى؟ بهي الأوضاع كلها سوا نحن حطينا حالنا بخطر، تركنا بيوتنا وأهلنا وقعدنا بالمستشفيات ليل نهار، نجي نتكافى بهذه الطريقة؟ مش مقبول. الحمد لله على السلامة، ومثل ما قلت القضاء بيفصل بهذا الموضوع. شكرا لك دكتور ناتالي رزق. فضيحة في البيرو تتعلق بتلقيح عدد من المسؤولين سرا بلقاحات كورونا. أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 109 مليون شخص في العالم أصيبوا بفيروس كورونا، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ما يفوق المليونين. وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أول حالات الإصابة في الصين في كانون الأول عام 2019. وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات وإصابات، تلتها الهند وحلت البرازيل في المرتبة الثالثة. عربيا تصدر العراق القائمة.
إلى ذلك أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين أن المفوضية ستطلق الأربعاء برنامجا لدراسة النسخ المتحورة المثيرة للقلق من فيروس كورونا. وقالت فوندرلاين أن البرنامج سيجمع المختبرات والسلطات الصحية والعلماء والمفوضية الأوروبية وستخصص له أموال كبيرة من دون أن توضح قيمة هذه الأموال. وأضافت منذ الآن وبالتوازي مع الجهود المبذولة على اللقاحات الحالية يجب أن نساعد المصنعين على تطوير قدرات إنتاج اللقاحات من الجيل الثاني، مشيرة إلى أن هذه النسخ المتحورة تقلقنا كثيرا. على صعيد آخر، أعلن رئيس البيرو فرانشيسكو ساجرساتي أنه تم تطعيم حوالي 500 شخص بمن في ذلك كبار المسؤولين سرا ضد فيروس كورونا قبل موافقة السلطات الطبية المحلية على اللقاح. وأضاف رئيس البيرو أنه شعر مع رئيس الوزراء بالغضب وخيبة الأمل عندما علما أن 487 شخصا بمن في ذلك الكثير من الموظفين المدنيين استغلوا مناصبهم الرسمية لتلقي لقاحات سينوفارم ضد كورونا المخصصة للتجارب السريرية. وشدد رئيس البيرو على ضرورة تحميل المسؤولية على أن تتم محاسبة المسؤولين أمام القضاء أو أمام المؤسسات الأخرى. وفي وقت سابق أعلن رئيس البيرو أنه قبل استقالة وزيرة الصحة بعد الفضيحة، كذلك أعلن وزير الخارجية عن استقالته. في المقابل أعلن أمين عام مجلس الوزراء الياباني أن السلطات الصحية في بلاده ستفقد كمية كبيرة من اللقاحات المضادة لكوفيد التي تنتجها شركة فايزر الأمريكية، وذلك أن سبب ذلك يعود إلى عدم توفر العدد الكافي من زراقات خاصة بالحقن. وأضاف أن عملية شراء كمية كافية من هذه المحاقن الخاصة ليست بالأمر السهل لعدم توفر الكميات الكافية منها في جميع أنحاء العالم. اتصال بين نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون واتفاق على التعاون الوثيق بين البلدين. التعاون الثنائي بين موسكو وواشنطن في تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تم بحثه في أعقاب اتصال هاتفي بين المبعوث الروسي الخاص للتسوية الشرق أوسطية فلاديمير سافرونكوف ونائب وزير الخارجية الأمريكية هادي عمر. وأكد بيان أن الجانبين بحثا أفق التعاون بين موسكو وواشنطن فيما يخص التسوية الفلسطينية الإسرائيلية بما في ذلك في إطار رباعية الوسطاء الدوليين في الشرق الأوسط. وأضاف البيان أن الجانب الروسي رحب باستعداد الولايات المتحدة لاستئناف مشاركتها في عمل الرباعية بشكل كامل، كما تم التعبير عن التأييد لتنشيط الحوار الثنائي حول قضية التسوية الشرق أوسطية. وتابع البيان جرى التأكيد على سعي الجانبين إلى تعاون بناء بهدف تفعيل عملية السلام في الشرق الأوسط. على صعيد آخر، أفاد مكتب نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن كامالا هاريس بأنها تحدثت هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معربة عن التزامها بتعزيز العلاقات بين البلدين. وقال مكتب نائب الرئيس في بيان إن هاريس والرئيس ماكرون اتفقا على الحاجة إلى تعاون وثيق ثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة جائحة كورونا وتغيير المناخ ودعم الديمقراطية في الداخل وحول العالم. وأضاف البيان ناقش ماكرون وهاريس أيضا العديد من التحديات الإقليمية بما في ذلك تلك الموجودة في الشرق الأوسط وإفريقيا، وشددا على ضرورة مواجهتها سويا. بعد أيام من ابتعاده عن الأنظار، ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الاثنين بالقرب من مسيرة لمؤيديه في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا. ويظهر الفيديو الذي نشرته شبكة رايت سايد برودكاستينج مرور موكب ترامب بالقرب من تجمع حشد كبير من مؤيديه، وهم في غالبيتهم لا يرتدون الكمامات. ويسمع في الفيديو صوت امرأة تقول: الجميع يعلم أنك فزت. فاصل جديد ونعود. أهلا بكم من جديد إلى أخبار مواقع التواصل مع روبا لفرن. مرحبا. رغم التأكيدات والتطمينات يلي أطلقتها المراجع العلمية بالعالم من دون استثناء، ورغم أنه في كتير ملوك ورؤساء ومشاهير فنية أخذوا اللقاح علنا، ولحتى هيدي اللحظة ما صار معهم ولا أي عوارض جانبية مهمة أو أحداث تذكر، وبعض اللبناني لليوم رافض من أنه يأخذ اللقاح وعم بيشكك بصحته. فهل برأيكم اللبناني لازم يعقد الموضوع هالقد؟ الجواب بهالفيديو من كافي بريك على الإنستغرام. ناندي كل الوقت عم فكر بموضوع الفاكسان، يعني انه بدي صار في حياتي ترجع بدي اعمله. انت مش من هول يعني انه ما بدي اعمل فاكسان؟ نحن اللبنانيه بدنا 17 دوز من هيدا التيمشي فينا، 18 دوز، فكرك اثنين رح يقدوا؟
حسب شو عايشين نحن بالبلد، انه انا بدي خاف هلا من فايزر. فايزر بدي فايزر فايزر ايه بدي خاف منه. انا ما فهمت شو عم ناكل، شو عم نشرب، شو عم نتعاطى بالنهار. ايه انه مثلا الدجاج والثوم، دجاج شو عم تاكل قبل ما انت تاكليها؟ شو بعرفك شو عم تعمل بالدجاجة؟ انت الخضرة شو بيسقوها بلبنان؟ مية مجرير. البقرة بلبنان ايه اخطر اكيد من مطوات الكورونا. ما تاخذينا اللي متنشق امونيوم له صيفية وكم شهر، اللي بيدخن ارجيله راس بطيخ مثلا انه هو فكره اورجانيك البطيخ يعني. او حتى لو صغره راس بومله انه حوامض كذا منيح للفيتامين سي، ما بيأثر الباكسان يعني. فيك تعمليه لانك لبنانيه وانت تعطيهم الريزلتا لفايزر انه لسه nothing happened. تعو اختبروا فينا. بنفس السياق كيف منقنع اللبناني ياخذ اللقاح لما نقله انه في منا على نكهات تفاحتين، حامض ونعنع وعنب، يعني بالمختصر لما نشبه اللقاح لارجيله. هالصوره داولت بشكل كتير كبير على السوشيال ميديا. ومنختم مع جينيفر غيتس ابنة مؤسس مايكروسوفت بيل غيتس يلي تلقت اللقاح وشاركت تجربتها مع متابعينا على موقع انستغرام وشجعتهم على التطعيم. وبالوقت نفسه جينيفر استغلت الفرصة كمان مش بس كرمال تنشر التوعية وأهمية فعالية اللقاح، بل لتحط النقط على الحروف ولتنفي كل الشائعات المتداولة حول نظريات المؤامرة الكاذبة المتعلقة بولدها، لأنه بنظر الناس بيل غيتس عم يستخدم اللقاح كرمال يقدر يتحكم بعقول الناس وتيرصد موقعهم. ومع هذا الخبر نوصل لختام جولتنا، لقونا بكرة بنفس الموعد ولكن مع أخبار جديدة. وإلى الأحوال الجوية. مساء الخير. جويس هو اسم المنخفض الجوي البارد والعاصف اللي بدأ تأثيره على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم اعتباراً من فترة بعد الظهر. هيدا المنخفض الجوي القطبي اللي ما شدنا مثله من سنة 2015 رح يحمل معه أمطار غزيرة، رياح قوية وثلوج، رح يدنى مستوى تساقطها ل 600 متر خاصة بالمناطق الشمالية. وبتستمر العاصفة جويس حتى الجمعة بحيث تنحسر تدريجياً لتترك وراها موجة صقيع وبرودة. إذا انتقصنا لبكرة عاصف وبارد ومثلج، أما درجات الحرارة فبتنخفض بشكل ملحوظ لتتسجل على الشكل التالي. نبدأ من الشمال، وعكر عم بتسجل 9 درجات، طرابلس 11، العاصمة بيروت وصور عم بيسجلوا 12 درجة. ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 4 درجات، اللقلوق درجتين تحت الصفر، زحلة وجزين أيضاً 4 درجات. نسبة رطوبة ساحلاً مرتفعة وبتوصل لل 95%. الريح السطحية جنوبية غربية إلى غربية بتتراوح سرعتها بين 55 و 80 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمرتفع الموج. إذا شو الأجواء بانتظارنا للأيام القادمة؟ للأربعاء بتشتد تأثير العاصفة مع أمطار غزيرة وتساقط للبرد والثلوج لتلامس 1000 متر وحتى أدنى بالمناطق الشمالية. الرياح سريعة ودرجات الحرارة بتنخفض بشكل قياسي ل 12 درجة ساحلا. للخميس جونا غائم صباحا مع تشكل الضباب على المرتفعات، بتساقط الأمطار الرعدية والثلوج اللي بتدنى مستوى تساقطها ل 700 متر. الرياح بتكفي عالية السرعة وبفترة بعد الظهر بصير في انفراجات واسعة ليحل الصقيع، ودرجات الحرارة الأدنى لهيدا العام اللي رح تسجل ساحلا 9 درجات. للجمعة جونا غائم جزئيا إلى غائم متقلب مع تساقط للأمطار والثلوج المتفرقة اعتبارا من 1000 متر لا تنحسر تدريجيا بالقسم الثاني من النهار، ودرجات الحرارة بترتفع بشكل بسيط لتسجل 13 درجة. للسبت جونا بيعود مستقر بارد غائم جزئيا ودرجات الحرارة بتسجل 14 درجة. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة. بحذر من السرعة العالية للرياح الأربعاء والخميس ومن تكون الجليد على الطرقات بعد انتهاء العاصفة. تصبحوا على خير. ومع الأحوال الجوية نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية. للمزيد otv.com.lb، كما تابعونا عبر فيسبوك وتويتر. شكرا، إلى اللقاء.